وده الموضوع اللي هنبتدي نتكلم عليه النهاردة. ايه هو سفر ياشر؟ بيقول سفر، يعني الشبهة نصها بتقول الآتي: أين ذهب سفر ياشر؟ أليس هذا من كلام الله؟ ولماذا تركوها أو أخفوها؟ الكلام ده موجود في يشوع 10 عدد 13: فدامت الشمس ووقف القمر حتى انتقم الشعب من أعدائه، أليس هذا مكتوبا في سفر ياشر؟ ويكرر مرة تانية في صمويل الثاني 1:18: وقال ليتعلم بنو يهوذا نشيد القوس، هو ذا مكتوب في سفر ياشر. فبيقولوا ان السفر ده فيه كلام ربنا، فازاي السفر ده يضيع ويختفي ويهمله؟ والبعض بيسألها بطريقة تشكيكية، يعني بيقولوا سفر من أسفار الكتاب المقدس ضاع، والبعض التاني بيسأل: طب إيه هو سفر ياشر ده؟ احنا مش فاهمين، هل هو سفر موحى بيه ولا لأ؟ زي ما قلت لحضراتكم، العددين اللي ذكر فيهم في العهد القديم سفر يشوع 10:13 ذكر اسم سفر ياشر، وسفر صمويل الثاني 1:17-18 ذكر فيه أيضا اسم سفر ياشر. نبدأ الأول ندرس الموضوع لغويا، يعني إيه كلمة سفر ويعني إيه كلمة ياشر؟ كلمة سفر ده معناه كتاب. البعض بيفهم ان كلمة سفر معناها كتاب مقدس او جزء من الكتاب المقدس، وده فهم غير صحيح. سفر باختصار شديد معناه كتاب، كتاب لغوي، كتاب ديني، مدني، تاريخي، شعري، غيره. كلمة سفر معناه كتاب. الدليل على الموضوع ده ندرسها مع بعض من الكلمات من القاموس اللغوي. قاموس سترونج العبري بيكتب كلمة اللي هو سفير، وكلمة سفير معناها writing، يعني كتابة موجودة متسجلة، a part or a whole of document، وتطبق بمعنى كتاب أو bill أو book أو scroll، حاجة مكتوب عليها أو شيء متسجل بالكتابة. فعشان كده مش كل ما نسمع كلمة سفر معناه إن احنا نقول ده سفر مقدس، لا مش شرط. في أسفار مقدسة موحى بيها، وفي أسفار غير مقدسة وغير موحى بيها، كويس؟ أيضا قاموس براون يأكد نفس الكلام، كلمة سفر معناه كتاب أو حتى جواب أو شيء مكتوب. ده الجزء الأولاني. فنتأكد في البداية أن كلمة سفر مش معناه أنه هو لازم يكون سفر موحى بيه مقدس، لا، سفر دي تطبع على أي حاجة. أي حد فينا لو خد ورقة أسجل عليها بعض الحاجات دلوقتي ده اسمه سفر بالمعنى اللغوي. لكن السفر اللي يتكتب بإرشاد الروح القدس ده اللي اسمه سفر مقدس، واللي كتبوه رجال الله القديسين المسوقين من الروح القدس. فدول الروح القدس استخدمهم لكتابة الوحي، فأصبح الكتاب بتاعهم كتاب مقدس، السفر بتاعهم سفر مقدس. فده الفرق بمعنى سفر بمعنى عام، وسفر بمعنى أمر مقدس لأنه مكتوب بإرشاد الروح القدس. فمش كل ما يجيبوا لحضراتكم في العهد القديم سفر ياشر، سفر أخبار، وسفر حروب الرب، وسفر غيره وغيره وغيره، ده معناه ان هو أسفار مقدسة، لا، ده أسفار تاريخية عادية وحندرسها مع بعض. والنهاردة هنبدأ بأول واحد اللي هو سفر ياشر. النقطة الثانية، معنى ايه كلمة ياشر؟ كلمة ياشر حسب قاموس سترونج رقم H3477 اللي هي معناها ستريت، مستقيم، مستقيم عدل، وشيء في خط مستقيم. وكلمة ياشر ككلمة عبرية تنفع تطلق على أشخاص وتطلق على أشياء. فمثلا أطلق على ياشر ابن كالب ابن حصرون، ده كان اسم شخص، شخص تسمى باسم ياشر. وأيضا أطلق اسم ياشر على كتاب اللي هو كتاب ياشر، أو الكتاب اللي بيعبر عن الحاجات المستقيمة، أو الكتاب اللي بيعبر عن الشعر اليهودي المهم. فكرة عنه باختصار شديد، سفر ياشر ده هو سفر حاجات تاريخية
مكتوب بأسلوب شعري. اليهود عايزين يحتفلوا بالحاجات المهمة اللي حصلت فيسجلوها على شكل أغنية، مش موحى بيها، مش أرشد الروح القدس للكتابة، لكن تسجيل للأحداث المهمة جدا بأسلوب شعري، وكان يضاف بمدار الزمان. تسمحوا لي لو أقدر أشبهه مع فرق التشبيه، تشبه الحاجات اللي عملتها الكنيسة القبطية زي مثلا الإبصموديات والصلوات اللي سجلتها الكنيسة، فمهمة جدا، ولكن هي تتقري وتتحفظ، ولكن ده مش جزء من الكتاب المقدس. كويس؟ والكتاب ده واضح ان هو ما كانوش محددين فترة زمنية وخلصت، ده كان كل ما يلاقوا حدث مهم جدا ألفوا عليه شعر أو أرخوا الحدث ده بأسلوب شعري كانوا يضيفوه في الكتاب ده. فهو كتاب تجميع، زي مثلا كتاب السنكسار حاليا من الناحية التاريخية. كتاب السنكسار مش موحى بيه، كتاب مهم تاريخيا، وكتاب بيضاف عليه كل شوية حاجات، كل ما يعدي زمن اضطهاد وحاجات مهمة تحصل فيه يتكتب. زمن الأباء في الفترات القرون الوسطى يتكتب، زمن الشهداء يتكتب، وهكذا. فكتاب مهم ولكن ليس موحى به. وفي الفترة دي كان بيتسجل التاريخ اليهودي بأسلوب شعري، يعملوا شعر على الحدث المهم اللي حصل. عشان كده نلاقيه في السبعينية، تسميه السبعينية في سفر صموئيل الثاني صحاح 1:18، تكتبه باسم المستقيم مش باسم ياشر العبري. وأيضا الفولجات للقديس جيروم تسميه لبير جستروم، يعني سفر المستقيم. فهو اسم كتاب مسمينه الكتاب المستقيم، زي ما احنا بنسمي كتاب مهم في تاريخ الكنيسة زي كتاب السنكسار وغيره، فهو اسم أطلقوه عليه. في الترجوم سموه كتاب القانون، أو كتاب القانون التاريخي، أو سفر القانون التاريخي. في البشيتة سمته باسم سفر التسبيح، اللي هو في سفر يشوع 10:13 البشيتة كتبته سفر التسبيح. وأيضا في صموئيل الثاني البشيتة اللي هي السورياني كتبته سفر الأغاني. آسف. فهو سفر تاريخي شعري بيقول الحاجات المهمة اللي متسجلة بطريقة شعرية وعملوا لها أغاني أو أناشيد، وهذا السفر يجمع الأناشيد المهمة للشعب اليهودي. فهو سفر مهم بالنسبة للتاريخ اليهودي وغير موحى به من الله. دليل على موضوع ده في سفر صموئيل الثاني صحاح 1:18 لما بيقول نشيد القوس اللي كتبه داود بيعتبر مهم جدا، لأن داود سجل المراسي بتاعته وحزنه على طبعا شاول ويوناثان كتبوا في الكتاب المقدس، والشعب خد كلام داود اللي كتبه في الكتاب المقدس حولوه لحاجة شعرية وعملوا عليه شعر يتقال، وسجلوا الشعر ده اللي مش كتبه داود لكن اللي هم واخدين كلام داود وحولوه لأسلوب شعري حطوه في كتاب ياشر أو في سفر ياشر. فتاني سفر ياشر هو سفر غير موحى به من الله، هو مجرد سفر مدني يسجل الأحداث التاريخية بأسلوب شعري وبيضيفوا عليه كل فترة بعض الحاجات. الدليل الثاني، اليهود مفيش واحد منهم قال إن سفر ياشر ده سفر موحى به من الله، كلهم قالوا على سفر ياشر اللي اتكلموا عنه كسفر تاريخي فقط، ومفيش حد قالوا ان النبي ياشر كتب سفر ياشر، ده ما حدش قال من اليهود خالص على الكلام ده. لكن تاني اليهود اللي اتكلموا على الحاجات التاريخية اشاروا الكتاب ياشر، قالوا ان هو كتاب تاريخي بيسجل الحوادث اليهودية الدينية والمدنية بطريقة شعرية.
أذكر بعض الأمثلة لليهود اللي أكدوا الكلام اللي أنا بقوله. يوسفوس المؤرخ اليهودي، وده كان معاه السفر ده لأن واضح أنه هو مطلع عليه، بيقول سفر ياشر كتاب من الكتب الغير قانونية، فهو كتاب من كتب القراءة وكانت يقرأ في الهيكل. كلام ده موجود في الجزء الخامس الفصل الأول مقطع 17. فيوسفوس بيوضح أنه سفر موجود، سفر مش قانوني، سفر بيت إيري ومعروف لغاية منتصف القرن الأول الميلادي. برضو علشان البعض يمكن يخطئ في فهم يقول لك لا طب ما هو قراءة هيكلية معناه ان هو موحى به. لا، مش دايما كل الكتب القراءة الهيكلية موحى بها. كتاب السنكسار من كتب القراءة الهيكلية مش موحى به، كتب التسبحة، كتب الترانيم دي مش موحى بها، لكن من القراءات الهيكلية الحلوة. فاهمين اقصد اقول ايه الفرق بينهم؟ ده بالنسبة لتاريخ سفر ياشر. هل سفر ياشر ضاع تماما؟ الموضوع ده عليه خلاف عشان اتكلم بأمانة. انا اعتقد لا ما ضاعش، ولكن الموضوع ده عليه خلافات ما بين مؤيد ومعارض. في حاليا ثلاث ترجمات لسفر ياشر موجودة، وظهرت في اخر 4 قرون، يعني من القرن 16 او 17 حتى الان. البعض بيقول الترجمات دي لا تمثل سفر ياشر الحقيقي، والبعض بيقول أيوة. أول ترجمة ظهرت في فينيسيا سنة 1625 ميلادية، وده بالعبري، والترجم سنة 1751 للإنجليزي، والترجمة دي كانت ترجمة ركيكة. والترجم مرة تانية بواسطة موشي سامويل في نيويورك سنة 1840، والترجم مرة تالتة بواسطة إتش باري سنة 1887، ودي اللي اتخذت النسخة الإنجليزية دي، والترجم منها نسخ كتيرة للإيطالي والأسباني والألماني وغيرها والفرنساوي كتير جدا، وانتشر النسخة دي وبقي متعارف إن النسخة اللي هي بتاع ترجمة 1887 المنقولة على النص العبري بتاع 1625 هو ده سفر ياشر. البعض بيقول أيوة ده سفر ياشر، والبعض بيقول لا ده مش سفر ياشر الكتاب التاريخي. اللي بيقول لا ده مش سفر ياشر بيقدم بعض أدلة ان السفر العبري ده اتكتب في القرن 13 ميلادي وما يمتش بصلة لسفر ياشر الاصلي. البعض تاني يستشهدوا به ويقدموا ايضا أدلة ان هو سفر ياشر الحقيقي. الأدلة على كده، في سفر ياشر الجزء الثاني مقطع 37 بيتكلم على موضوع يارد، وبيقول يارد عاش 62 سنة بدل 162 سنة، والكلام ده موجود في النسخة السامرية. فبيقولوا لو كان الكتاب ده حديثا مأخوذ من النسخة العبري المصوريتك بتاعة الكتاب المقدس بتاعنا، كان خد وكتب عمر يارد 162، لكن كون ان هو كتب ان عمر يارد 62 سنة زي الخطأ اللي موجود في السامرية، معناه ان هو موجود في الفترة اللي كانت موجودة فيها النسخة السامرية، يعني قبل الميلاد. وايضا الكلام ده موجود في ياشر 5:13 عن موضوع متشالح، فهو بيتشابه مع النسخة السامرية في اكتر من جزء. واضح ان الكتاب ده مر بمراحل كتيرة، فهم بيستنتجوا بيقولوا طالما هو بيقدم حاجات فيها اختلاف بسيط عن النص، بيتطابق مع النص العبري في حاجات كتيرة ويختلف عنها في حاجات بسيطة، يبقى السفر ده مش منقول في القرن 13 الميلادي من النسخة العبري. اللي بيقول لا سفر ياشر ده مش هو الحقيقي، بيقولوا ده بينقل من التلمود ومرة من المدراش، ومعروف ان التلمود ده اتكتب في القرن الثاني للثالث الميلادي واكتمل لغاية القرن الرابع او الخامس. على سبيل المثال المدراش بيقول عن يعقوب لما بيكلم يهوذا though my son art stronger than all thy brethren، يعني بيكلم يهوذا بيقول له انت ابني اللي اقوى من بقية اخواتك،
ومنك سيخرج الأسد الذي يعلم بقية الأولاد. سفر ياشر في 56 من المقطع 8 و9 بيقول شبه نفس الكلام. And Jacob said unto Judas, I know my son that you are mighty man for thy brother. يعني بيقول نفس الكلام اللي موجود في التلمود، ان هو برضو الخطاب ما بين يهوذا، ما بين يعقوب ويهوذا، ان انت بيقول له انت اقوى اخواتك وانت اللي هيطلع منك الاسد واللي هيعلم اخواتك. فاللي بيقولوا ان سفر ياشر حاليا اللي موجود ده مش هو السفر الاصلي، بيقولوا ده موجود منقول من التلمود. يبقى طالما منقول من التلمود يبقى اتكتب بعد الميلاد، يبقى مش هو من سفر ياشر الاصلي. اللي بيقولوا ان سفر ياشر ده هو الاصلي، وانا اميل لرايهم الى حد ما، بيقولوا لا هو ده الاصلي، لان هو والتلمود واخدين من مصدر واحد، او التلمود ممكن يكون واخد منه. كويس. نشيد القوس زي ما شرح الرابي راشي ايضا بيقول ان هو اللي موجود في سفر ياشر، ونلاقي فيه حاجات من زمن المكابيين. فالبعض بيقولوا طالما هو حاطط حاجات من زمن المكابيين يبقى متأخر، البعض بيقولوا لا ما هو كان بيتحط عليه حاجات باستمرار، لانه كتاب تاريخي يضاف عليه الامور التاريخية. فزي ما اتكتب فيه حاجات في زمن يشوع، واتكتب فيه حاجات في زمن داود النبي، ايضا اتكتب فيه حاجات في زمن المكابيين، وده ما يمنعش ان هو كتاب تاريخي بيضاف عليه كل شوية. هو ده الخلاف ما بين المؤيد ان النسخة اللي معانا حاليا هو سفر ياشر، والرافض ان النسخة اللي معانا حاليا هو سفر ياشر. وعلى فكرة الملف ده وهتلاقوه انا حضراتكم نشره في الموقع باسم سفر ياشر، جايب النص الانجليزي كامل موجود اللي يحب يقرأ. المهم سفر ياشر بدأ من قبل يشوع بفترة صغيرة كتبته بحاجات بدائية جدا، واستمروا يكتبوا فيه السفر التاريخي ده ويضيفوا كل شوية بعض الأناشيد الشعرية لغاية ما استمر في الفترة الزمنية لما قبل الميلاد بحاجة بسيطة، وده اللي أكده كتير من الباحثين. كويس. حاجتين، كتاب غير موحى به، كتاب تاريخي. الكتاب ده بيستشهد به الكتاب المقدس، لكن ما بيقولش عليه ان هو سفر موحى به من الله، ولا اليهود بيقولوا كده ولا المسيحيين قالوا كده. السؤال المهم دلوقتي كالعادة هيطرح، ليه السفر ده استشهد به الكتاب المقدس طالما هو سفر غير تاريخي؟ سفر غير تاريخي، السفر آسف غير موحى به، ليه استشهد به الكتاب المقدس؟ الحقيقة الكتاب المقدس لما بيستشهد بحاجات للناس عارفاها كفكر في الزمان ده، يعني معلمنا بولس الرسول لما يستشهد ببعض الأشعار بتاعت اليونانيين عشان يوصل ويتواصل معهم في الفكر، أيضا يشوع بيقول لهم إن الحدث بتاع اليوم العظيم اللي شوقفت فيه الشمس ده كان عظيم جدا في عينيكم، وظليتوا تتغنوا به فترة طويلة، وألفتوا عليه أشعار واحتفظتوا بيها في كتبكم التاريخية زي سفر ياشر. فاستشهاد الكتاب المقدس بحاجة تاريخية معروفة لليهود ده مش خطأ، بل بالعكس بيقول لهم ان انتوا اهتميتوا بالحدث ده لدرجة ان انتوا ألفتوا عليه أشعار وكتبتوها في سفر ياشر. وأيضا يوضح لنا أهمية نشيد القوس، النشيد المؤثر اللي كتبه داود عن شاول ويوناثان، وبعد كده خدوه منه الشعب وعملوه شعر وابتدوا يتغنوا به على مشاعر داود الرقيقة عن شاول وسليمان، رغم شاول ويوناثان رغم ان شاول كان عدوه، لكن قد ايه داود مفرحش في اعدائه لكن حزن على موتهم وحزن على موت صديقه يوناثان. فحولوا كلام داود لشعر وكتبوه في سفر ياشر وأصبح نشيد يقولوه، وخاصة أنه بيتكلم على موت أول ملك بالنسبة لليهود. فاستشهاد الكلام ده في سفر ياشر هو استشهاد يؤكد أهمية الحدث بمعنى تاريخي لليهود، وليس استشهاد الكتاب المقدس بأن الحاجة دي مكتوبة في سفر ياشر يقول أنه هو سفر موحى به، لا خالص.
الأشعار اليونانية مش موحى بيها واستشهد بيها معلمنا بولس الرسول. السيد المسيح قال له اليهود انتوا تقولوا ان الشمس لو سماء حمراء يبقى الشمس هيحصل اليوم هيبقى فيه محمرة بعبوسة، يبقى اليوم فيه أعاصير ورياح. هل ده معنى كلام اليهود موحى بيه؟ لا، لكن المسيح بيقارنهم وبيناقشهم بفكرهم. اوكي حاضر، هل الصوت واضح دلوقتي؟ يا ريت تطمنوني هل الصوت واضح؟ طيب اشكر ربنا. لكن اقدم لحضراتكم حاجة مهمة، نقارن الكلام اللي موجود في سفر يشوع والكلام اللي موجود في سفر ياشر علشان نعرف الفرق ما بين الكلام اللي موحى به من عند ربنا يكون دقيق ازاي، والكلام التاريخي اللي بيسجل الاحداث لكن عشان مش موحى من ربنا ممكن يكون التعبيرات غير دقيقة. الكلام ده موجود في يشوع 10-13 وسفر ياشر 88 من 63-64. يشوع 10-13 يقول على موضوع وقوف الشمس في منتصف السماء، يقول and when they are setting the day was declining toward evening and Joshua said into the eye of all people sun stand thus still upon Gibeon or Gibeon and thus moon in the valley of Aglion. اللي مذكور في الصحاح ده يقول ايه؟ يقول يشوع على الشمس دامت الشمس ووقف القمر، ولكن في سفر ياشر يقول وقفت الشمس. طيب معلش انا اسف، هل الصوت دلوقتي واضح؟ ما اعرفش ايه اللي بيحصل، اسف انا مش عارف ايه اللي بيحصل، تصدقوني انا ماسك المايك عادي ومش مشغل حاجه تانية على الكمبيوتر ده، لكن anyway ربنا يدبر ويكمل الموضوع على خير. فكنت بقول التعبير اللغوي اللي يقول دامت الشمس في سفر يشوع لكن في سفر ياشر وقت الشمس، الحقيقة في فرق كبير ما بين التعبيرين. ولما اتكلمنا الاسبوع اللي فات على موضوع اللي هو يوم يشوع الطويل وشفنا ازاي ان التعبير اللغوي بتاع دامة الشمس ادق بكتير من تعبير وقفت الشمس، لان الشمس ما وقفتش لكن قلنا الارض تباطأت فدامت الشمس في السماء. دامت يعني بالامر بطيء جدا، ولكن وقفت معناها توقفت تماما عن الحركة. وده الفرق ما بين التعبيرين، التعبير اللي جاي في سفر يشوع اللي هو برقم H1826 دمام اللي هو معناها ينفع الكلمة to be dumb يعني كسول، to stop to cease يعني يتوقف تدريجيا، to rest يستريح، silence still وغير wait وينتظر. أما تعبير اللي جاء في سفر ياشر اللي هو كلمة عماد، الكلمة دي عماد يعني توقف واضح ثابت، وده حاجة تثبت ان لما ربنا يتكلم في سفر يشوع يقول كلام دقيق جدا. طب انا شايف ان في ناس ابتدت تكتب لي صوت كويس وفي ناس ابتدت تكتب عندي تقطيع واتنين، فواضح ان المشكلة مش مننا، انا واضح ان المشكلة احتمال تكون في الروم حاليا، فناس عندها صوت كويس وناس عندها تقطيع، ده معناه ان احتمال يكون المشكلة في الروم. فلو تحبوا اي حاجة تحت امر حضراتكم، لو عايزين اكمل اكمل. طيب خدتوا بال حضراتكم حتى الكلام اللي موجود في ايضا في سفر ياشر عن موضوع صلاة او نشيد القوس يشبه الكلام اللي موجود في التلمود وليس الكلام اللي موجود في النص العبري على كلام داود. كويس، ده فكرة ملخصة عن فكر سفر ياشر على
سفر ياشر الموجود حاليا بين ايدينا، انا معايا ترجمتين انجليزي لسفر ياشر، واحده قديمه واحده حديثه، وراي الناس عن سفر ياشر والفرق اللغوي ما بين كلام ربنا في الاسفار القانونيه والكلام اللي مذكور في سفر ياشر. كويس. بعض الادله، الكلام اللي انا بقوله هل ده كلامي فقط ولا يعني علماء او التارسين المسيحيات قالوا الموضوع ده؟ اولا دلالات معارف كتابيه تقول نفس الكلام اللي قلته، سفر ياشر هو سفر البار او المستقيم، ذكر مرتين في العهد القديم في صلاه يشوع، معركه بيت حورون ضد ملوك الاموريين، وايضا في سفر طبعا صمويل الثاني 1:17-18 مرسات داود لشاول ويوناثان. كويس. من هاتين الإشارتين لسفر ياشر نرى أن السفر كان مجموعة من القصائد الشعرية مدحا لبعض الأبطال منسوجة في بعض المعلومات التاريخية عن إنجازاتهم. وصلاة يشوع كانت جزء من نشيد شعري كان مسجل في ذلك السفر، وكذلك مرسال داود. ويعتقد بعض العلماء أن هذا السفر الجميل فقد أثناء السبي. كويس؟ ده دائرة المعارف الكتابية بتقول لنا نفس الكلام. قاموس الكتاب المقدس يقول نفس الكلام، سفر ياشر سفر هياشار هو سفر من مرساة مقتبسة من السفر يشوع وصمويل الثاني. هذا السفر كان مجموعة الأنشاد، مجموعة قصائد قدم له بديباجة نثرية وتخلله تفسير وشروحات نثرية واختتم به. أيضا يقول نفس الكلام كتابات في كتاب سنوات مع أسئلة الناس للبابا شنودة الجزء الثالث، الجزء الأول صفحة 24 و25 عن سفر ياشر. أيضا يقول سفر معناها كتاب، أي كتاب ديني أو مدني. سفر ياشر أو كتاب ياشر هو كتاب مدني قديم كان يضم الأغاني الشعبية المتداولة بين اليهود حول الأحداث الهامة الدينية والمدنية. بعض هذه الأغاني كانت تمثل أناشيد عسكرية للجدود، ويرجع هذا الكتاب إلى ما بين سنة 1800 قبل المسيح. كويس. ايضا التلمود يقول نفس الكلام، وايضا ذكرت لحضراتكم كلام اسمه مين ده اسف يوسفوس المؤرخ اليهودي قال نفس الكلام. فكل ده ونرجع للسؤال الاساسي، هل اليهود حذفوه من التوراة؟ طب ليه؟ طبعا ليس من التوراة، واليهود مش محتاجين يحذفوه. لو كانوا عايزين يحذفوه كانوا حذفوا الحاجات اللي بتوضح السقطات اللي سقط فيها الشعب اليهودي، زي سفر الملوك وسفر أخبار الأيام. سفر بيعبر عن انتصاراتهم يحذفوه، وسفر بيعبر عن انهزامهم يخلوه في الكتاب المقدس. هل دي تعقل؟ حضراتكم فاهمين أقصد أقول إيه؟ اللي بيقولوا ان ده كان سفر موجود في الكتاب المقدس واليهود حذفوه، طب يحذفوه ليه؟ السفر بيعبر عن اناشيد انتصارات، الادهن هم من يحتفظوا بيه. لو عايزين يحذفوا كانوا حذفوا الاسفار اللي بتعاتبهم وتوضح خطيتهم زي سفر حزقيال ودانيال، او الاسفار التاريخية اللي بتوضح الفترات التاريخية اللي سقطوا فيها واتضربوا وكانوا مهزومين ومسحوقين زي سفر الملوك الثاني واخبار الايام. بكل بساطة. الحاجة الثانية بالنسبة للمخطوطات، عندنا مخطوطات قديمة جدا للكتاب المقدس زي الترجمة السبعينية مثلا، مش ضايفة سفر ياشر. فلو كان حذفوه اليهود فيما بعد، عندنا مخطوطات مش موجود فيها تشهد ان هو عمره ما كان جزء من الكتاب المقدس. ده بالنسبة لسفر ياشر. برضو أراء كتيرة علشان بس اللي هيحب يشكك في الموضوع ده، زي أبونا عبد المسيح بسيط وأبونا تدرس يعقوب ملطي وأبونا أنطونيوس فكري، وشرقيين وغربيين كتير جدا بيتكلموا على سفر ياشر وشرحوا الكلام اللي قلته لحضراتكم. كويس. ده ببساطة سفر ياشر، ولو حد يحب يسأل فيه دلوقتي تحت أمر حضراتكم. لو عايزين أكمل الموضوع التاني أدخل فيه على طول باختصار، لكن زي ما قلت مخطوطات قديمة مش موجود فيها، زي التوراة السامرية مش موجود فيها، ولا الترجمة السبعينية مش موجود فيها، ولا غيره من مخطوطات، ولا قمران ولا غيرها.
ولا التلمود ولا الفولجاتا ولا البشيتا ولا أي مخطوطة من مخطوطات الكتاب المقدس على أي فترة زمنية قبل الميلاد وبعده، كان هذا السفر بيعتبر جزء من أجزاء الكتاب المقدس. زي ما قلت لحضراتكم، اللي يحب يقرأ سفر ياشر موجود المحتوى بتاعه على الموقع، ممكن أدور عليه وأجيبه لحضراتكم بسرعة دلوقتي. أسيب المايك لو حد يحب يشغل لنا ترنيمة عشان نبدأ في الموضوع الثاني اللي هو هيبقى مكمل للموضوع بتاع العهد الأسبوع اللي فات، اللي هو الفرق ما بين حجارة البرد